يبقى تدقيق. خلي بالك بقى كلمة ايه، مش تدقيق، يعني انا مش بحسب، انا بدقق بقى بعد مرحلة الحساب التدقيق. تدقيق رحلات السفن للفضاء الخارجي ما ينفعش استخدم معاها الساعة العادية، استخدم معاها الساعة الذرية. هي مين بقى الساعة الذرية دي؟ هي قايمة على السيزيوم، عنصر السيزيوم، ان هو عنصر بيحصل له نوع من انواع الانشطار النووي، فبالتالي ليه فترة عمر كده وبيفقد كتل وحاجات زي كده، فبيطلع منه اطوال موجية. بناء على حاجات معقدة جدا اقدر يحسب الزمن، بس الساعة دي نسبة الخطأ فيها لا تذكر، لا تذكر. يعني مثلا مش عارف كل كام الف ساعة كده او كل كام الف يوم تغلط جزء من الثانية، ليها حاجة كده يعني. ما لو رمشت عينيك كده، يعني انا عشت حياتي 100 سنة، لا لو جبت على حياتي كمان 10 حيوات وقلت غلطة قديها، الاقيها غلطة كسر بالثانية. فبالتالي ده دقيقة جدا، فبتستخدم في الحاجات الحيوية. بعيد تاني، ميكانيزم عملها مش عليك، لكن لازم تفهم ان هي قايمة على عنصر السيزيوم، وده عنصر مشع هندرسه في الكيمياء بعد كده. فالإشعاع اللي بيطلع منه ليه فترة عمر، والإشعاع ده بيكون خلال أطوال موجية، من خلال عدد الأطوال الموجية حسبة معقدة كده أقدر أعرف الإيه الزمن. حلو كده. الساعة الذرية دي بقى مش متاحة، مش هروح أشتري من محل ساعة ذرية أقول أنا اشتريت ساعة ذرية، لا. دي بقى بتستخدم في الحاجات الحيوية. عد معايا 3 حاجات حيوية، وهديك سؤال للحلقة القادمة وأجاوب على السؤال بتاع الحلقة الماضية. أول حاجة، تدقيق رحلات السفن للفضاء الخارجي. يبقى لماذا يستخدم معاها الساعة الذرية؟ لأن الرحلات دي محتاجة حسابات الزمن بدقة متناهية، شديدة الدقة. طيب ايه تانية؟ تحديد مدة دوران الأرض حوالين نفسها. احنا عارفين ان 24 ساعة، لكن بندخل في تفاصيل التفاصيل. طبعا انت عندك الخريف غير الربيع غير، لان الارض بتلف حوالين الشمس وبتلف حوالين نفسها، فبالتالي مده دورانها سواء حوالين الارض او حوالين نفسها بيديك حاجات كتيره. بيديك الليل والنهار وهي بتلف حوالين نفسها، بتلف حوالين الشمس، يديك الفصول. فعشان انا احسب الارصاد الجويه قوي لازم اعرف هي هتوصل الحته الفلانيه امتى وفي وقت ايه. فحاجات حيويه بتديني على الكلام ده، من فصول السنه، من الليل والنهار. خلي بالك مش الشروق والغروب، تلاقيه يقول لك مكتوب في كده النهارده الشروق مثلا الساعه 5:53، يعني ما تنفعش 55، لا هي 53. وممكن اقول لك 5:53 ثانيه، يعني 5 صباحا 53 ثانيه، انا بقول مثلا يعني، و22 من الثانيه جزء من الثانيه. ايه ده، وصلنا كده ازاي؟ ما تقوليش الساعه العاديه، ده تقول لي انا دققتها، يعني حسبتها بالدقة. بعد ما حسبتها بالساعة العادية بدقق بحاجة اسمها الساعة الذرية. طب ليه أهميتها؟ من أهمية الحاجة اللي بتقيسها. أنا بقيس مدة دوران الأرض حوالين نفسها عشان إيه؟ عشان أعرف حاجات كتيرة، عشان أعرف الليل والنهار. طب أنا بقيس مدة دوران الأرض حوالين الشمس ليه؟ أو الدورة بتاعت السنة، يعني العام الدراسي، العام الميلادي. ليه؟ عشان اعرف الفصول والربيع والخريف والظواهر الطبيعيه. يقول لك مثلا ده يوم الحد الجاي، النهارده يوم ايه؟ ده النهارده يوم الاربعاء، ده يوم الحد الجاي الساعه 7:03، تمام بالظبط هيحصل كسوف كل للشمس. عرفوها ازاي؟ عرفوها من خلال الساعه الذريه. انا عايزك تتعايش معايا عشان هسالك سؤال جميل قوي في الاخر، ده النظام الجديد. طب اخر حاجه احنا قلنا كده ايه؟ تدقيق مده دوران الارض حول نفسها، رحلات السفن، والملاحه البريه والبحريه، البحريه والجويه اللي هي ايه؟ الطيران، حركه الطيران. فيقول لك الطياره دي هتوصل الساعه كذا. طبعا دي لازم تدقق بالساعه الذريه، لان بيبنى عليها ان بعرف ان انا لازم الطياره اللي بعدها تنزل بعدها، ما ينفعش طيارتين ينزلوا في نفس الوقت على ممر واحد وركاب يطلعوا مع بعض، فبيحصل عليها نوع من انواع عدم النظام المطلق في المطارات، فبالتالي تحتاج كده. السؤال بقى، ماذا لو لم تخترع الساعه الذريه؟ شوف كل اللي انا قلته ده كله عشان تفهم. تخيل بقى حياتنا من خلال ان احنا ما كناش اكتشفنا الساعه الذريه. اطلق العنان للتفكير التباعدي. يعني ايه تفكير تباعدي؟ بلا حدود. ممكن تطلع 100، انا ممكن اطلع 150، طالب تاني يطلع 300، كل ما بيزود وبينوع في الافكار اللي بيطلعها ده دلاله على انك تفكيرك ماشي بالمعدل كويس، لان انت بتدي اصاله في التفكير بتاعك.